90% من لاعبين الشطرنج بضل محهم بس قلعتين. القلعة هي درع الواقع. إذا أنا طلعتها أو خسرتها صار عندي خلل. يعني بهمش عدد النقاط؟ لا ما بفرقش عدد النقاط، بس شو بفيدني إنه القلعة تضل حامية وتقطع من ورا. خلي القطعة تهاجم والقلعة تكون من ورا عم بتدافع. يعني برد يعني بسكر على القطع اللي داخل على الهجوم. في أهم من هذول؟ مش أهم، كل قطعة لها أهمية، بس كل قطعة لها وظيفة وتركيبهم أنت القائد. بدك تيجي ترتبهم وتقود الجيش. هيك الشطرنج. هاي بالنسبة للقلعة، ليش اجت هيك وشو مسماها شو رمز. جنب القلعة على طول عندي الحصان. في عندي الحصان. شو رمزه؟ الفيل اللي جنب الحصان. أم؟ شعره؟ رمزه أم. مكتوب. مكتوب عليه؟ مكتوب جنبه. أم آر بي. أظلم من هيك تفضل. نفس الشيء. أوكي. نرجع للحصان. هلا كل لاعب وكل لاعبة معها حصانين. ما أحسني. لا تستهين بالحصان. الحصان أصعب القطع تعقيدا بالحسابات. عارفين ليش؟ لأن حساباتها عكسية. بكون واقف هيك بيجي على مربع ثاني. بكون واقف أنا على مربع أسود لازم يروح على مربع أبيض. بكون على مربع أبيض لازم يروح على مربع أسود. لازم أسود. إذا كان على أسود لازم يروح على أبيض. بحسابات الحصان عكسية. يعني لا ثلاثة بتمشي مش أربعة. زي حرف ألف. زي حرف ألف. أوكي. هاي كان أسود. حط هذا على أسود. ديش على أبيض. هذا ممكن يكون هذا. كمان ألف. يعني مش شرط الألف تكون واقفة، ممكن تكون مقلوبة، ممكن تكون شكلها هيك. ألا كمان شوي خلال اللعبة. طبقوها عملية. أو ممكن هن. ممكن. طيب. على الحصان. الحصان في الشطرنج غير دارزن راح أحكي. يعني ما أعرف إذا هي هورس. بس بمصطلح الشطرنج مش هورس. إن من نين جاي إن. فلوري. مش لا هي بكلمة تحكي إنجليزية. نورمس. لا. جاي من نايت. فارس. 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 فار